تهدأ الأمور على جبهة من جبهات المنطقة المشتعلة بالنيران والأزمات والدماء، إلا وتنفتح في ثوان معدودات صراعات أوسع في جبهات أخرى ليتفاقم الوضع وتتعقد الحالة على نحو يربك كافة الحسابات. فها نحن إزاء شرق أوسط يشهد حرباً في غزة تستتبع تحركات إقليمية ودولية لفرض هدنة ومحاولة وقف إطلاق النار، فإذا بجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارسة الاغتيالات السياسية بحق عدد من قادة حركتي حماس وحزب الله. وفي قلب المشهد توجد إيران التي لا يمكن بحال من الأحوال استبعادها من المشهد المشتعل في غزة ولبنان. سياسة الاغتيالات تسببت في تعقيد موقف المفاوضات والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وبات العالم يترقب إذا ما كانت إيران ستنفذ ضربة عسكرية موسعة ضد إسرائيل، سواء في عمقها الداخلي أو على الجبهة اللبنانية أم لا، حيث أن فشل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة سيكون بمثابة إعلان بتدهور الأمور في المنطقة وضعف الهيمنة الدولية لإحكام السيطرة. ترقب واسع يكتنف المشهد الآن، وغموض سياسي بشأن مستقبل المنطقة يغلف كل شيء في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي من جهة وتهديد إيران بالرد على تل أبيب من جهة، فضلاً عن تأجج الصراع في لبنان وغزة وتعقد الموقف الدولي الذي لم يحقق نجاحات حقيقية لوقف إطلاق النار في غزة بعد. فإلى ما ستؤول الأمور في الأيام المقبلة؟